دكتور عمرو الحديدي، استاذ امراض القلب والحالات الحرجه كليه الطب جامعه القاهره، وعضو مجلس اداره الجمعيه المصريه لامراض القلب، وسكرتير شعبه القسطره التداخليه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، احنا كنا عايزين نسال ايه هي المخاطر عدم علاج امراض القلب او الاوعيه الدمويه؟ هي عندنا طبعا مشكله كبيره قوي، ان احنا الانسان بيحس ان هو يعني مرض القلب ده حاجه من الحاجات المهمه قوي، بحيث ان لو انت اهملت في علاجه هينتج عنه عواقب كثيره جدا. اهم هذه الاشياء الام الصدر اللي هي العاديه اللي بتيجي للناس كتير، فلازم نبقى عارفين ان الم الصدر بمواصفات معينه مهم جدا، بحيث ان لما يبقى الم في منتصف الصدر بيسمع في الظهر ويستمر لفتره طويله، فلازم نشوف بسرعه اجراء بحيث ان نروح للمستشفى او نروح لاقرب طبيب يعرض الحاله عليه، لانه عدم علاج الام الصدر الممتده لفترات طويله انها قد تكون جلطه للقلب، وعدم علاجها قد يؤدي الى فشل في عضله القلب وموت عضله القلب، وده ممكن بعد كده يسبب انه يحصل ضعف في العضله وارتشاح في الرئتين وميه زي ما بيتقال في كتير قوي ميه على الرئه، وده اللي بيخلي العيان دايما ينهج ويبقى المشكله ما اتحلتش. انما لو الامور اتعالجت بسرعه، المريض راح للمستشفى وخد العلاج، او اذا كان المستشفى فيه قسطره تبقى حاجه كويسه جدا، نعمل القسطره بسرعه ويفتح الشريان بالعناد، وبالتالي هيحصل ترويق العضله وينقذ العضله. فدي حاجه من الحاجات المهمه، لو الانسان اهمل فيها او ما بطل العلاج بتاعها او ما راحش خد التصرف السليم انه يروح المستشفى ويعمل اجراء القسطره، فبالتالي هيحصل مشاكل على عضله القلب. كذلك الضغط الدم لو ما اتعالجش وتساب المريض من غير علاج ضغط، هيبتدي ممكن يحصل له نزيف في المخ، ممكن يحصل له جلطه في المخ، وهي مشاكل ثانيه غير المشكله اللي داخل بيها الانسان بالقلب في المثال يعني. وبالتالي علاج الضغط من الحاجات المهمه اللي بتمنع مشاكل القلب، وكمان بتمنع المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجه ارتفاع الشديد لضغط الدم. وكمان حاجه مهمه اللي عايزين نقولها، انه لازم المريض يلتزم بالدواء اللي مكتوب له من الطبيب، بحيث ان الدواء ده لازم يمشي عليه بالانتظام في المواعيد المحدده، وبالتالي هذه المواعيد المحدده لو ما مشيش عليها هيحصل له مشاكل زي ما قلنا في عضله القلب. اذا ما خدش ادويه السيوله هيحصل انسداد تاني في الضيعات اللي هو مركبها، ممكن يحصل غلطات تانيه غير اللي جات له قبل كده، كل دي حاجات بتعمل مشاكل في عضله. يعني دلوقتي الدواء ده شيء مهم جدا، وما ينفعش حد يقول مثلا لا انا ممكن ابقى كويسه من غير الدواء. عندنا بقى مشكله زي ما انت بتقولي في موضوع العلاج، لان مريض الضغط بيبقى قلقان انه ياخد دواء ويخاف انه يفضل مستمر عليه، يقول لك انا لو خدت دواء مره يبقى انا كده مريض ضغط وبالتالي هفضل ماشي عليه. يعني المشكله مش كده، المشكله لو انت عندك ضغط هتاخد دواء ضغط. افرض ان انت ضغطك ابتدى يتظبط وكان ساعتها الضغط مؤقت شويه، او كان في ظروف معينه شد عليك قوي هي اللي خلتك الضغط يعلى شويه، وماهواش انت عندك ضغط اصلا، انت لو وقفنا الدواء مفيش مشكله. يعني قصدي انه مش معنى ان انت خدت دواء ضغط يبقى مش معنى ان انت خلاص ان انت، لكن هو طبعا لو انت عندك ضغط ما ينفعش توقفه، لازم تستمر عليه مدى الحياه، لانه زي ما بنقول الضغط والسكر مش مرض، هو ظاهره لازم يعيش بيها الانسان حياته، وبالتالي يستمر على علاجه عشان يحمي نفسه من المشاكل التانيه. ومثال لكده برضو علاج القلب، علاج ادويه السيوله، كل الحاجات دي بتحافظ على شرايين القلب وتمنع ان يحصل تجلطات وبالتالي يحصل مشاكل لو احنا اهملنا في القلب. ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، شرفتنا النهارده.